سؤال الله عاد شرح هاي هاي قفكي الشهوات وكتل ما عدو سوق عن السجمة كيرينه وحل لي هاي الشهوات إسكاك يا ناي وهي قفكي السبب المتضوي ولذلك فوق فيلم كان وقت وري هرا ما تشيرينه لكن في التفكر بينه تشيرين وحمو كفكري أما في النظر وحمو في يري لأن قفك النظر سبحانه وتعالى في ذلك العالم حتى انت لا أدوح في ريسو أنا أروح أفكرته وحبي فكسه إلى هذا هذا سببه وحي أراد السبب الله طبعا كان أقول هذا هاي وأديك السدى كل من مسؤولية على قاضي ما كان رمضان كوح فيرسي كما أنتي هل يسكد داي هذا اللي نحن إنك صلاة هل تبدا القرآن كأخذ كان رؤود هذا الله بريح لك السحورة إلهي وحن هذا الله دعوانا إلى هل يسكد داي وهذه السنة إن شاء الله مويك اللي قري سيري وانك على هذه الجنة لك وفساد دائرة وفساد خلاق دواء حماطي وانه الجنة وحلو أن هذا قدر ودي من الألوان شنة مويكم يا رب وانا وقد حشونا يسحى طاعي قومته أما يكون وليبتئي هان جرتي عدة قري سنة اللي وقال هذا الشنة ما تشابك كوة جرتي سير لي تلفونك الشنة ما ولا حتى عيالك السحرة ضعتر هذا وبستهل لسكود هذا ملك اللدمية وصل بستر هوسي سال لغا شيلانا فرد يا شانبي يا تي في بوكا دارا يا دارا قاعد وقال حتى ربا يا صون قرايا إلهي الله يا أبو إلهي الله يا عبس الصون كان هذا سحر أن يرى وحن جن يا شان الله دعوانا يا ريس كذا يقول لك جزاك الله خير